شوارع المدينة لكل الناس. لما انتهت الحرب سنة 91 اكتشفت وسط المدينة، كان عمري 17 سنة. رحت برفقة والدي شوف مكتبه اللي كان مدمر ومسروق مثل كل الأماكن. لاحظت قدي بي متأثر بزوال الماضي، وتذكرت كيف كان هالمكتب وقت زرته آخر مرة سنة 77، والإيد بزاويتي الخاصة هدية مخبي لي إياها بي. هلأ ما بقى في شي. مع سنة 92 بلش اكتشاف الفعلي للوسط برفقة هراتش توكاتليان، صديق وزميل جديد. من قلبي سلام لبيروت. بشباط 2000 عرض هراتش صور بيروت ورجعنا لذكريات مهماتنا التصويرية. وقتها كنا ننزل على بيروت كنا نحس بسحر غريب بكل مكان. هل بعدك عم تشعر بذات هالإحساس وقتها بتشوف كل هالأماكن اللي رجعت تصلحت؟ أكيد لا، بالعكس، بالبنايات اللي عمروه أو رمموه جديد بالعكس في الحزن، في الشيء اللي بقى، والشيء الوحيد اللي بقى هو جرح. كيف توصف اليوم علاقتك ببيروت؟ إذا بدنا ناخد اليوم علاقتي بيروت، علاقتي صور، صور أخذتهم من سنة 92-93 لهلا، ويلي الشيء الوحيد يلي بيخليني أقول إنه أنا نزلت على بيروت وعندي علاقة عاطفية مع بيروت هي الصور. هالصور يعني صورك بس ظلت صور عن الماضي، ما في صور عن الحاضر؟ الصور الحاضر كلهم صور سياحية، صور تحول كيف كان وهلأ كيف صار، بس الصور الحقيقية هي اللي أول صور يلي أخذتهم. غريب قديت غيرت الصور بخلال كم سنة. مرات بحس كأنه هرتش وأنا صرنا كبار بالعمر، لأنه صورنا منظر وكأنه من زمن بعيد. بين 93 و 96 هراتش صور وجوه المدينة بالأسود والأبيض، وأنا صورت أماكنها بالألوان وصورناها بالفيديو. صورنا الحجر والبشر وحتى سيارات جديدة محبوسة بموقف السيتي سنتر تحت الأرض وناطرة شي زبون لمدة 20 سنة. اليوم أنا ندمان أنه ما صورنا أكتر، بس ما كنا عارفين أن التغييرات رح تكون سريعة وجذرية. في عندك شيء تضيف على الريبورتاج؟ صورنا بيروت. اوكي. هيدا بيروت لألك هادي. من الأماكن اللي سحرتنا وبقيت سينما أوبرا. شفنا مقاعدها المحروقة بس لهلا ما حضرنا فيها ولا فيلم. من الأوبرا
انتقلنا للتياترو الكبير اللي انبنى سنة 1927، وهون رجعنا بالزمن. هل أنت على طلاق مع بيروت؟ ايه من زمان، يعني مش من هلا، بس سنة 96 ديجا 96 97 قلت انه خلص ما في شيء بيتصور بيروت، مشان هيك وقفت. هلا عم صور بس هيك اشياء تحولات وميتامورفوز بيروت.